بتسمع حاجات كتير، تسمع دايما ان عيني اللي اتحوجت للرقص عندها عيال، جوزها طلقها وسابهم، بتصرف على امها، حاجات زي كده يعني عادي. تسمع عن حد تاني لسه عايز يدخل المجال فعايز يبان بأي شكل عشان بعديها يعمل حاجة تانية، موجودين وبدأوا رقصات، بس تبقي فنانة ليكي تجارب من بره مصر تمثيلية، وبعدين جيتي مصر عملتي بطولة فيلمين، عملتي حاجات كتير قوي، فجأة السوفت وير يقلب على رأي عادل إمام لما قال له بتاخد 7 جنيه، قال له في الشهر، قال له اه، قال له في الآخر ايه؟ اتكل على الله واشتغل رقاصة. أنا معايا الفنانة هيام جباعي اللي منوراني النهاردة، وأنا آسف إني أتأخرت عليكي عشان كده قلت أستقبلك من هنا، منورة الدنيا. اتفضلي اتفضلي، برضه الإتيكيت بيقول كده عشان إحنا اتأخرنا عليكي. من ذوقك. معلش أنا آسف، حقك عليا. سو البرنامج ده مش عايز أقول لك، والله العظيم هو غريب.